بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة الكرام، حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وموضوع هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام سوف يكون الرمد في العين وعلاجه حسب روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الحسائي، حياكم الله شيخنا. حياكم وبياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سماح الشيخ بارك الله بك. سماح الشيخ، ما هي علائم الرمد؟ يعني الشخص إذا يعرف أنه مصاب بالرمد شنو الأعراض؟ حتى يعرف حتى يقدر يعالج. نعم، هو مرض يصيب العين يعني، فيلتهب به الغشاء الرقيق الذي يغطي الجفن ويصيب العين، وهو غشاء رقيق يعني يغطي بياض العين والجفنين من الداخل بسبب انتشار الفيروس أو بكتيريا أو ملامسة العين لمادة مهيجة. نعم. ولهذا العين احمرار شديد في العين مع كثرة نزول الدموع. نعم. شوف عينه دائما حمراء وكثرة الدموع موجودة عنده. حكة شديدة في العين، إنسان دائما يحك حك بعينه، هذا هم مع الحمرة يعني مع وجود الحمرة يدل على الرمد. كذلك وألم شديد بالأخص عند الاستيقاظ من النوم. نعم. حينما الإنسان يستيقظ من نومه ويجد الألم شديد مع احمرار في عينه مع الحكة، كأنه هذا هو علائم الرمد. نعم. فإذا عندما نأتي إلى الرمد في روايات أهل البيت عليهم السلام يقال أنها من التحف الإلهية. ستقول لي شلون يعني الرمد من التحف الإلهية؟ شلون؟ عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، إذا أحب الله عبدا نظر إليه، فإذا نظر إليه أتحفه بواحدة من ثلاث. يتحف بواحدة من ثلاث، إما صداع، هذا من باب تطهير الإنسان من المعاصي، ممكن الإنسان يبتلي بمعصية. نعم. هو الله تبارك وتعالى يتحفى بهذن الأمور حتى يطهره، يأخذ من ذنوبه. أي من ذنوبه. نعم. إما صداع وإما حمى يصخن الإنسان وإما رمد. فإذا عن الصادق في رواية أخرى عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله، لا تكره الرمد فإنه أمان من العمى. أمان يعني ممكن الإنسان يتصور، لكن إحنا نقول على الدوام ليس جيد، لكن في بعض الأحيان إنسان يصاب بالرمد هذا أمان من العمى. أما بالنسبة إلى قضية العلاج الرمد من الروايات، هسه كثيرة العلاجات التي وردت في قضية الرمد. فإذا إحنا نقول إذا الإنسان شاهد مسألة الإحمرار شديد في العين، حكة شديدة في العين، ألم بالأخص عند الاستيقاظ من النوم، فيعرف أنه هذا من الرمد، فلا بد من علاجه. أحسنتم سماحة الشيخ. أعتقد في إحدى المعارك أيضا الإمام علي عليه السلام أصيب بالرمد. صحيح، أصيب بالرمد. أعتقد الخندق إذا ما خاب ظني شيخنا، أو معركة أخرى. لا، كانت في قضية حديث الراية. نعم، حديث الراية. لا أعطين الراية غدا لرجل كرار غير فرار. نعم. وأين علي بن أبي طالب؟ قالوا أنه أصيب بالرمد، فجيء بأمير المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول أخذ من ماء ريقه ووضعها في عين أمير المؤمنين، وإذا أمير المؤمنين لم يبتلي منذ ذلك اليوم إلى أن خرج من دار الدنيا بواسطة ضربة ابن ملجم لعنة الله. نعم. عليه. نعم. فإذا هذا حتى ممكن أهل البيت هم في بعض الأحيان أهل البيت بما فيهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما أنه رحمة للإنسان باعتبار أنه أمان من العمى، فإذا أمير المؤمنين هم انصاف في قضية بقضية الرمد. أحسنتم بارك الله بكم. لكل داء دواء سماحة. نعم. الشيخ، ما هو دواء الرمد أو علاج الرمد بحسب روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ نعم،
أما بالنسبة إلى العلاجات الواردة من أئمة أهل البيت عليهم السلام، نعم، قضية تقليم الأظافر يوم الخميس، شقدها يأكدون على قضية تقليم الأظافر. روى الصدوق في الفقيه أن تقليم الأظافر يوم الخميس يدفع الرمد، يعني شقد تأكيد موجود على قضية تقليم الأظافر. نعم، فإذا نأكد دير بالك على الأظافر لا الطول ولا تبتلي في قضية الرمد. نعم، أي ربط سماحة الشيخ موجود بين تقليم بالنسبة الأظافر إلى الربط؟ نعم، الربط باعتبار أن بما أن عامل الرمد هو عامل ويروسي أو العامل من الميكروبات والجراثيم، وأنها غالبا تجتمع تحت الأظافر، حيث أن الإنسان دائما يحك عينيه، وهذا ممكن تنتقل الجراثيم والميكروبات إلى العين، والإنسان يبتلي بقضية الرمد. نعم، ولهذا نحن نقول المداومة شرط. يعني صحيح نحن قلنا أن تقليم الأظافر يوم الخميس هو جيد دافع للرمد، نقول لابد من المداومة، يعني على طول عمر الإنسان من طبيعته دائما يقلم أظافره ولو بالأسبوع مرة، وهو يوم الخميس. فإذا ورد في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أدمن أخذ أظافره كل خميس لم ترمد عيناه. ما شاء الله، اللي يدمن القضية يعني عنده دوام، مو أن يوم يقلم ويوم ما يقلم، أسبوع يقلم أسبوع ما يقلم، ممكن الجراثيم تلتم عنده تحت الأظافر، ودائما الإنسان يحك بعينه ممكن يبتلي بقضية الرمد في عينه. بعد من الأمور التي هي من العلاجات للرمد قضية مسح الوجه بالحمد. يا ما طالما أكدنا على قضية الحمد وهي شفاء من كل داء. جاء في مستدرك الوسائل عن الإمام الصادق عليه السلام: الحمد من قرأها إذا عطس مرة، الإنسان يعطس ثم يقرأها، ومسح بها وجهه، مو أن إيديه مليانة بالميكروبات والجراثيم اللي حينما يعطس الإنسان تمتلئ إيده من الجراثيم. صحيح، يجي الماء الفم يملأ الإيدين بالجراثيم. نقول لا، يعني مطهرهن منظفهن قاسلهن أو عنده نوع من المنديل مثلا يخليه أمام الفم. المهم أنه اللي يقرأ الحمد من قرأها إذا عطس مرة ومسح بها وجهه أمنة من الرمد والصداع. نعم، والبياض في العين، حتى البياض في العين والجرب والكلف، الكلف يصير سوداء تعلو على الوجه يعني من الأمراض الجلدية، والرعاف نزيف من الأنف. هذه الرواية ممكن أن الإنسان يصعب أن يعتمد عليها اعتبار أنها فيها من الضعف، لكن لا أشكال أن يجرب القضية، حيث أن الحمد هي من العلاجات العامة لجميع الأمراض، لكن من باب الاعتقاد والإطمئنان يمكن العمل بها. بعد من جملة الأمور النافعة لرفع الرمد من العين مسح الحاجبين. يمتى يمسح الحاجبين؟ روى الكليني عن المفضل قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فشكوت إليه الرمد. هاي الحمرة وهاي الحكة وهذا الألم اللي بالعين لا ينسى المشاهد. فقال لي: أو تريد الطريف، أي الطريق السهل. الطريف يعني الطريق السهل الذي فيه ظرافة خاصة مو كل أحد يعرفه. نعم. ثم قال لي: إذا غسلت يدك بعد الطعام، من بعد ما خلصت من الطعام غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك. عجيب. وقل 3 مرات: الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل. قال: ففعلت ذلك فما رمدت عيني بعد ذلك والحمد لله رب العالمين. يعني أن من بعد ما أن الإنسان غسل إيديه من قضية الطعام يمسح حاجبه ويقول هذه الأذكار. اللي يحب يراجع الكافي المجلد 6 صفحة 292، يقدر يراجع هناك ويشوف الأذكار حتى دائما تكون على البال، كل ما خلص من الطعام وغسل إيديه يمسح إيده على الحاجبين ويقرأ هذه الأذكار، وهي جدا نافعة لقضية الرمد. من جملة الأمور المهمة جدا مهمة للغاية
قضية النظر في القرآن. ما شاء الله. يعني طالما تحدثنا عن القرآن، فنقل عن عبد الله بن مسعود كان برمد فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي أدم النظر في المصحف، فإنه كان برمد، يعني رسول الله هم كانت عيونه مصابة بالرمد، فشكوت ذلك إلى جبرائيل فقال لي أدم النظر في المصحف. ما شاء الله. يعني كثر في نظرك. الآن نحن عندما نأتي إلى قضية القرآن، نعم، خلنا شوية نوقف على أن كيف أن القرآن يكون هو من العلاجات الذي ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. لذا مثلا في قولهم عليكم بالقرآن فإنه شفاء، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يدفع عن مستمع القرآن بل والدنيا، وعن قارئه بل والآخرة. ما شاء الله. اللي يستمع للقرآن الله يدفع عليه بلوى الدنيا، واللي يقرأ القرآن الله يدفع عليه بلوى الآخرة. بالله عليك بلوى الدنيا شنو؟ يعني من هاي الآلام اللي يصيب الإنسان من أمراض، من فقر، من هكذا أمور. فإذا بلوى الدنيا ما تنحد بأمر خاص، حتى الأمراض تكون من بلائل الدنيا. فإذا أهل البيت يؤكدون على هذا المعنى. لكن ممكن هذا السؤال يجي للمشاهد الكريم، شنو السر في علاجية القرآن أو شفاء القرآن اللي الله تبارك وتعالى روايات أهل البيت عليهم السلام تؤكد هذا المعنى. الآن نحن عندما نأتي إلى كتاب دراسة في طب الرسول المصطفى لسماحة آية الله الشيخ عباس تبريزيان، يذكر شنو، ينطي احتمالات. يقولون أولا هذا الاحتمال يريد يقول أن هذا العلم الحديث هذا السجل مفتوح لهم باعتبار أن يتخذون القرآن للعلاج للأمراض، كما تلك المرأة التي جاءت من ألمانيا كما قلنا، نعم، أنها جاءت وتطلب الدعاء لعلاج الأمراض. كذلك نحن مسلمون الآن عندما نأتي يعطي عدة احتمالات، كيف أن القرآن هو علاج للأمراض؟ كيف أن القرآن علاج للأمراض؟ يقول أولا احتمال هو تسبيب القرآن لاستجابة الدعاء. القرآن يسبب أن الدعاء يستجاب فيكون داخلا في التداوي بالدعاء، وليس هو دعاء مستقل. ولذا روي أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يفتح أبواب السماء في 5 مواقيت، عند نزول الغيث، وعند الزحف، وعند الأذان، وعند قراءة القرآن، ومع زوال الشمس، وعند طلوع الفجر. يعني عندما أبواب السماء تتفتح على الإنسان، هاي رحمة الله تشمل الإنسان. إذا بعلة الله بركة القرآن يرفع عنا هذه العلة. احتمال الثاني هو خصوصية الموجودة للقرآن في مجال دفع الشياطين، حيث أن من جملة الأسباب لمرض الإنسان هو الشيطان. صحيح. إما هو هذا الشيطان، وإما الشيطان القصد الميكروبات والجراثيم. ولهذا في المجلد الأول من كتابي سماحة آية الله الشيخ عباس تبريزيان يذكر هذا المعنى، يقول أحد العلل للأمراض الشيطان، وينطي أدلته. اللي يحب يراجع المجلد الأول من الدراسة في طب الرسول المصطفى يراجع هناك أحد علل الأمراض الشياطين. فإذا القرآن الكريم يطرد الشياطين، ليس شيء على الشيطان أشد من القراءة في المصحف. فإذا هذا من هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث حضور الملائكة عند قراءة القرآن، وهي الملائكة هي القوى الخيرة الفاعلة في الكون. فإذا حضورها له أثر على دفع الأمراض لأنها كلها خير وبركة. ولهذا قال البيت أمير المؤمنين قال عليه السلام البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركتها وتحضره الملائكة ويهجره الشيطان ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وأن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين. يعني حضور الشياطين يعني تجي لك الأمراض المستعصية، من الأمراض النفسية، من الأمراض حتى الجسدية على الإنسان بحضور الشياطين. صحيح. في ذلك المكان. أحسنتم. نعم. سماحة الشيخ بارك الله بكم. نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع لخدمتكم، بارك الله بكم أحبائي المشاهدين. فاصل ونواصل إن شاء الله.
حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، نعود وإياكم لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج طبي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس، الله يحفظك وإياك الله شيخ الفاضل، الله يحفظكم إن شاء الله. عندكم بعض النقاط إن شاء الله راح تبينوها. نعم. اللي قبل الفاصل شتوا قاعد تذكرون يعني. صحيح. لكن الفاصل يعني قاطع. كنا نتكلم على أن القرآن شفاء لكل الأمراض. أعطينا عدة احتمالات من كتاب الدراسة في طب الرسول، دراسة في طب الرسول المصطفى. الاحتمال الرابع على أن القرآن هو شفاء للأمراض، اشتمال قراءة القرآن على ذبذبات نورية خافية على البشر ظاهرة لأهل السماء، فإن من قدرة البشر هو إبصار ضياء النجوم المنبعثة من تخوم السماء، ومن قدرة سكان السماوات إبصار النور المنبعث من مثل قراءة القرآن. حتى روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. ما شاء الله. يعني أكو فرد نور، ممكن هذه الذبذبات هي حاملة للشفاء للإنسان حينما يقرأه وهي خافية علينا، وهذا الاحتمال موجود في شفائية القرآن. ولهذا أنا أقول يعني من حيث المجموع أقول أن سبب أن القرآن يكون هو شفاء للمرضى، السبب هو ما هو؟ السبب هو أن الإنسان حينما يقرأ كلام الله يتصل بالله، يستقوي في روحه. إذا استقوى في روحه مناعة الجسم بتبعية قوة الروح تستقوي. من هذا اللحاظ حينما الإنسان تستقوي مناعة جسمه، وإذا تراه يستقوي أمام الأمراض. وكيف لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تبارك وتعالى. فإذا أنت تجي القرآن حتى يأثر على المادة، وكيف كلام الله كله خير ورحمة وبركة، وكيف يؤثر على الحجر ولا يؤثر على أن يداوي الإنسان من آلامه وأحزانه وهمومه وغمومه. فإذا نحن نقول أن القرآن هو أحد العلاجات العامة لجميع الأمراض. ممكن البشر ما ملتفت إلى هذا المعنى، لكن كلما الإنسان قوى رابطته بهذا الكتاب وبدأ بتلاوة هذا الكتاب ابتعد عن الأمراض. لهذا عندنا في روايات أهل البيت قال أن قراءة القرآن يذهب بالبلغم، البلغم يعني الرطوبة والبرودة، لأن قراءة القرآن يزيد الإنسان حرارة في جسمه. هذا الحرارة منين نعرفها؟ نعرفها من النشاط الذي نحصله من قراءة القرآن. فإذا عندما نزداد نشاطا يعني ازدادت قوة المناعة في جسم الإنسان. صحيح. وابتعدت الرطوبة والبرودة التي هي سبب كثير من الأمراض من الجسم، وهذا هو شفاء للإنسان وعلاج للإنسان لكثير من الأمراض. الآن من جملة العلاجات لقضية الرمد هي قضية سورة فصلت. تجي جاء في مستدرك أن من كتبها بماء المصر ومحاها وسحق ما بمائها كحلا واكتحل به نفع من الرمد والبياض وماء العين. يعني يجيبها ويكتبها ويمسحها توجهت ويسوي مثلها مثل الكحل، وياخذ ويخلي على عينه كالكحل. نعم. هذا نافع لبياض العين لوجع للرمد ولماء العين الذي ينزل في العين. فإذا هذه تحتاج إلى عقيدة وهو من القرآن الكريم. كذلك النظر إلى أول محجمة تزيد ترفع الرمد عن الإنسان. نعم. يقول يعني شنو أول محجمة؟ يعني حينما الإنسان يذهب للحجامة أول، لأن عدة محاجم يخلي على ظهر الإنسان، محجمة الأولى محجمة الثانية ومحجمة الثالثة بحسب الشخص. المحجمة الأولى اللي يخليها لقضية الحجامة بين الكتفين مثلا، مخلي هاي المحجمة ثم سحب الدم. حينما سحب الدم يستحب للإنسان أن ينظر إلى أول دم يخرج منه. نعم. وهذا دافع للرمد. ولهذا روى ابن بسطام في طب الأئمة بسندهما عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام قال: من احتجم فنظر إلى أول محجم من دمه أمن من الرمد، أمن من الرمد إلى الحجامة الأخرى. يعني بالسنة مرة مرتين احتجم. نعم. وانظر إلى أول محجمة، فإذا أنت تأمن من الرمد. لا الآن شنو السر؟ هذا يحتاج إلى اختبار.
يأتون أطباء الحديث ويختبرون القضية، تحتاج إلى قضية، تحتاج إلى اختبار أن شو السبب؟ واقعاً القضية هكذا، هذا تحتاج إلى تحتاج القضية إلى قضية اختبار. هسه لربما كناية أن الحجامة حيث أنها تقوي مناعة البدن فهي تدفع الرمد. احنا قلنا أن من الأمور التي تقوي مناعة البدن قضية الحجامة. من هذا الباب إذا استقوت مناعة البدن كذلك الرمد هم هي قابلة يذهب إن شاء الله. بعد من جملة الأمور التي تذهب بالرمد قضية الكحل، كحل أبي جعفر، كحل اسمه كحل أبي جعفر عليه السلام، يعني خاص بأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. روى الكليني بسند معتبر عن سليم مولى علي بن يقطين أنه كان يلقى من رمد عينيه أذى، عيونه مرمودات ومتأذي من عدهن. قال فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام الإمام الرضا عليه السلام ابتداء من عنده ما يمنعك من كحل أبي جعفر، أنت اللي مشتكي من الرمد لعش بيك ما تأخذ دواء الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لماذا لا تأخذ، ما يمنعك من كحل أبي جعفر؟ شنو هذا كحل أبي جعفر؟ هسه نعلم المشاهد. جزء كافور رياحي، جيب لك الكافور المعروف، بعد الكافور الرياحي ممكن أو الرباحي نسبة إلى بلد يحتمل في أفريقيا، هسه المهم أنه كافور المعروف، وجزء صبر يعني الصبر الأصفر تجيب لك، وبعد يدقان جميعا، الدقهن دق وينخلان بحريرة، تنخلهن كلش تسوي مثل الكحل ناعم جدا، يكتحل منه مثل ما يكتحل من الإثمد. شلون تكتحل من كحل الإثمد؟ هم تكتحل به يعني سبعة مراود، أربعة في اليمنى وثلاثة في اليسرى، هذه سنة رسول الله، وفي الليل قبل النوم. الإثمد من الكحلة في الشهر، يعني بالشهر مرة واحدة تكتحل، بالشهر مرة، تحدر كل داء في الرأس، كل داء اللي موجود بالرأس تودي توخر عنك وتخرجه من البدن. قال الراوي فكان يكتحل به فما اشتكى عينه حتى مات. يعني جيب لك كافور وصبر الأصفر والدقن وسوي كحل من عدين وتكتحل أربعة يمين وثلاثة شمال قبل النوم بالشهر مرة واحدة بالشهر، ولهذا كان يفعل، يقول ما رمدت عيناه أبدا، وهذا دواء عجيب وهو معروف بكحل أبي جعفر الباقر عليه السلام. بعد من جملة الأمور النافعة لرمد العين هو دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى ابن سابور عن الباقر عليه السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رمد هو أو أحد من أهله أو من أصحابه دعا بهذه الدعوات. شنو قال؟ قال اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني فيه ثأري. هذا كان يدعو الرسول الأكرم بهذا الدعاء كل ما ابتلى بالرمد، يعني حمرة في العين، حكة شديدة في العين، وجع في العين، الرسول يدعو بهذا الدعاء والله يرفع عن الرسول. فإذا نحن بتبعية سنة رسول الله نأخذ بهذا الدعاء إن شاء الله، الله يريحنا من قضية الرمد. اللهم آمين يا رب العالمين. هناك عوذة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، راجع إلى طب الأئمة، هذه العوذة موجودة بترتيبها الخاص باعتبار يطول فينا البحث، راجع هناك في طب الأئمة، راجع الفهرس، انظر إلى العوذة الخاصة لرمد العين، فافتح الكتاب وشوف العوذة، اكتبها مثل ما ورد في الكتاب. الآن بالنسبة إلى العوذة، وقت ماكو أن نذكر العوذة إن شاء الله، يبغى المشاهد الكريم هو يتابع القضية اللي عنده، قضية الرمد. أحسنتم بارك الله بكم سماحة الشيخ. بالنسبة إلى الأكل سماحة الشيخ، هل هناك حمية خاصة، يعني أطعمة خاصة مثلا تجيب الرمد؟ بخمس دقائق سمع الشيخ. نعم بارك الله بكم. احنا نجاوب هذا السؤال بالرواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، رواه ابن بسطام عن أمير المؤمنين قال اشتكت عين سلمان وأبي ذر
رضي الله عنهما قال فأتاهما النبي باعتبار صارت رمد بعيونهم عائدا لهما فلما نظر إليهما قال لكل واحد منهما لا تنم شوف هاي الحمية الخاصة لقضية الرمد لا تنم على الجانب الأيسر ما دمت شاكيا من عينك هاي لا تنم على الجانب الأيسر بعد ولا تقرب التمر يعني إذا عينك بها رمد لا تأكل تمر يتبين أن الرمد هو من الأمراض الحارة ما دام أنه من الأمراض الحارة لابد أن يحتمل الإنسان من الأمور اللي تسبب الحرارة في البدن صحيح. هذا يدل على أنه من الحرارة ولذا يقول له ولا تقرب التمر حتى يعافيك الله عز وجل إشارة للتمر في الرواية يدل على أن الرمد من الأمراض الحارة فلا بد من الاجتناب من الأطعمة الحارة جاء في دعائم الإسلام عن نعمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى سلمان يأكل التمر وهو رمد عينه رمد بيها ويأكل تمر فقال يا سلمان أتأكل وأنت رمد يعني هذا مضر لأن الرمد هو سببه الحرارة وممكن أصلا أكو خصوصية بالتمر يعني الرواية بس قاعد تذكر التمر بالخصوصية يعني الإنسان يمتنع ما ذكر الشيء آخر لكن ممكن إحنا نقدر يعني إذا رجعنا إلى طب القديم يقول عن الرمد أنه من الأمراض الحارة ممكن أن نستخدم القضية نقول من باب المصداق أحد مصاديق الأطعمة التي لابد أن يجتنبها الإنسان جاء بالتمر والتمر من الأمراض من الأطعمة الحارة فإذا هي مضرة التمر مضر بقضية الرمد فإذا قال نظر إلى سلمان يأكل التمر وهو رمد فقال يا سلمان أتأكل وأنت رمد إن يكن لك بد إذا بعد جدا إصرار عندك وما عندك طعام غير هذا الطعام فكل بضرسك الأيمن لا تأكل بضرسك الأيسر إن رمدت بعينك اليسرى إذا عينك اليسرى مبتلية برمد أكل على جانب الأيمن إذا عينك اليمنى مبتلية أكل على جانب إذا انصرت صرت مجبورة على أكل التمر يعني ما عندك طعام غير هذا التمر فإذا أنت تأخذ بهذه الطريقة التي وردت عن أمة أهل البيت وما يدل على أن الحرارة تضر بالرمد هو إفطار الصائم منين نثبت أن الرمد حار نقول الصائم ممكن يضر به الرمد أكثر ما دام صائم لأن الصيام طبيعة الصيام تثير الحرارة عند الإنسان والجفاف لهذا الإنسان عندما يرمد هنا ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطره يعني خاف بعد على عينه باعتبار الصيام حار والرمد هم حار ويزداد الإنسان ألما من خلال الحرارة فإذا يأتي ويفطر الصائم إذا خاف على عينه الرمد لكن هناك يوجد علاجات أخرى استنتاجية من روايات أهل البيت لربما ينفع معه الحجامة بين الكتفين لأنها تقلل الحرارة في الجسم والحجامة على الشقيقة لأنها تقلل الحرارة السكنجبين الذي ذكرناه طالما ذكرناه امتناع من الأطعمة الحارة من البهارات من الفلفل من كثرة اللحم الباذنجان الجوز يشعل الحرارة بالأخص بالصيف إذا الإنسان كلالة جوزة واحدة كأن آلامة تظهر في الصيف بالأخص لكن في الشتاء يسخن الكليتين جدا نافع في الشتاء لكن في الصيف ممكن يضر بالإنسان بالأخص ذوي الأطباع الحارة كذلك التعرض للشمس والغبار إذا الهواء مغبر مترب الإنسان لا يخرج لأنه يزداد ألم في هذا الجانب فإذا نسأل الله تبارك وتعالى لكم العافية والصحة والشفاء من هذا المرض بإذن الله تبارك وتعالى اللهم آمين يا رب العالمين الله حفظ إن شاء الله أحسنتم سماع الشيخ محسنين جزاكم الله خير جزاء وبارك الله بيكم بارك الله فيكم وأنا جاي أشوف جاي تبذلون مجهود جزاكم الله خير الله يحفظك وإيدك هذه الحلقات هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله آمين إلهي الله يحفظكم سماع الشيخ أحمد دريسي الإحسائي شكرا جزيلا خدمتكم حبيبي الله إن شاء الله نعم أحبائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي وأشكركم على كرم المتابعة وتذكيرا إن شاء الله لكم أيها الأحبة الكرام لأي أسئلة أو استفسارات حول البرنامج يمكنكم إن شاء الله المشاركة على الفيسبوك في صفحة خادمكم الرادود الإعلامي حسين الأميري
أي أسئلة إن شاء الله حول البرنامج أو من سماحة الشيخ، فأنا في خدمتكم إن شاء الله موجود على الصفحة. أسأل الله بحق الحسين العافية لجميع مرضانا إن شاء الله، شفاء العاجل ببركة الإمام زين العابدين مريض كربلاء وببركة سيد الشهداء الإمام الحسين إن شاء الله. ختاما تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم سماحة الشيخ.